بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في حلقات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في حديثه عن البيع، ووقفنا عند قوله: فصل، ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله البيوع المنهي عنها بعد أن فرغ من بيان البيع الصحيح ومتطلباته شروطه. بيّن في هذا الفصل البيوع المنهي عنها من أجل أن يتجنبها المسلمون، ومن ذلك البيع يوم الجمعة بعد النداء الثاني، وهو النداء الذي يكون عند دخول الإمام وجلوسه على المنبر، وذلك لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نادى المؤمنين سبحانه وتعالى أن يتركوا البيع إذا نودي للصلاة، لصلاة الجمعة، من أجل أن يتوجهوا لأداء الصلاة ولا يشتغلوا بالبيع، لأن العبادة لها وقت وطلب الرزق له وقت، وطلب الرزق يكون قبل النداء للصلاة ويكون بعد الفراغ من الصلاة. فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذلك في الصلوات الخمس، قال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا باع بعد النداء لصلاة الجمعة النداء الثاني فإنه لا يصح البيع، لأنه بيع منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. أما البيع بعد النداء الأول فلا مانع منه، لأن النداء الأول لم يكن هو النداء المذكور في الآية، والغرض من النداء الأول أن يتذكر المسلمون أنهم في يوم جمعة من أجل أن يتهيأوا للذهاب للصلاة بوقت مبكر يمكنهم الحضور للصلاة قبل دخول الخطيب. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويصح النكاح وسائر العقود
يصح النكاح وسائر العقود التي ليست بمعنى البيع، لأن النهي إنما جاء عن البيع، فلا يدخل غيره في حكمه، ولأن البيع يكثر وقوعه ويشغل الناس بخلاف النكاح وأمثاله من العقود النادرة التي لا يكثر وقوعها. نعم. قوله الأول ممن تلزمه الجمعة، لو باع من لا تلزمه صح بيعه؟ ممن تلزمه الجمعة وهو المسلم المقيم، المسلم المقيم الصحيح الذي يستطيع الحضور، فيخرج المسافر ويخرج المريض الذي لا يستطيع الحضور، ويخرج أيضا الصغير الذي هو دون البلوغ، فهؤلاء لو باعوا صح بيعهم لأنه لا يلزمهم الحضور لصلاة الجمعة. نعم. قال ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. الصورة الثانية من البيوع المنهي عنها البيع الذي يستعان به على معصية الله، فلا يجوز البيع لمن يستعين به على معصية الله، فلا يجوز أن يباع العصير عصير الفواكه على من يتخذه خمرا، أي على من يتركه حتى يشتد ويتخمر، لأن الله جل وعلا يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي بيع العصير له وهو يعلم أنه يتخذه خمرا إعانة له على الباطل، وهذا من باب سد الوسائل المفضية إلى المحظورات، فهو من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. أحسن الله إليكم. قال ولا سلاح في فتنة. وكذلك مما يستعان به على الباطل بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين، كان يبيع على من يقطع الطريق، يبيع سلاحا على من يقطع الطريق، أو يبيع سلاحا للخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر، أو يبيع سلاحا لمن للبغاة الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر، لأن في بيع السلاح لهم إعانة لهم على الباطل. وقد قال الله جل وعلا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فكل بيع يعلم من المشتري أنه يستعين به على الباطل فإنه بيع محرم ولا يصح. نعم. قال ولا عبد مسلم لكافر. كذلك من البيوع المنهي عنها لأنها تفضي إلى الحرام بيع العبد المسلم للكافر، لأنه لا يجوز تمكين الكافر من الولاية على المسلم. قال الله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحمد لله. أما بيع العبد الكافر للكافر فلا بأس بذلك لأنه مثله. نعم. قال ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. إلا في صورة ما إذا كان بيع العبد للكافر يحصل بها العتق للمبيع، كأن يكون قريبا له، كأن يكون قريبا للكافر، كأن يكون ابنا له أو أخا له، أو تربطه به قرابة محرمة فيكون في بيعه له سبب في اعتاقه، فإن هذا من الأسباب التي تفضي إلى مباح أو إلى خير، فيجوز في بيع العبد المسلم الكافر في هذه الصورة،
إذا كان بيعه وسيلة لعتقه عليه. نعم أحسن الله إليكم. قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه ولا تكفي مكاتبته. هذه مسألة متفرعة عن مسألة ملكية الكافر للمسلم، وهي ما إذا كان تحته عبد كافر، إذا كان في ملكه عبد كافر ثم أسلم العبد، فإنه يجب إزالة ملك الكافر عنه، ويجبر على إزالة ملكه عنه، قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ولأن هذا فيه ترغيب في الإسلام. نعم. قال ولا تكفي مكاتبته. ولا تكفي مكاتبته، والمكاتبة هي أن يبيع السيد عبده نفسه بمال يؤديه إليه ثم يعتق، هذه هي المكاتبة. قال الله سبحانه وتعالى وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أمر السادة أن يعتقوا عبيدهم، أن يكاتبوا عبيدهم إذا طلبوا منهم ذلك، إذا علموا أن ذلك يترتب عليه الخير، لأن هذا فيه إعانة لهم على الخير. فإذا طلب العبد المكاتبة من سيده فإنه لا ينبغي لسيده أن يمانع في ذلك، إلا إذا كان ذلك وسيلة إلى الشر فإنه لا يكاتبه. فالكافر لو أسلم مملوكه فإنه يعتق على الفور، ولا يمكن الكافر من مكاتبته، لأنه ولو كاتبه فإنه لا يزول ملكه عنه، وللسيد أن يرجع عن العقد، لقوله صلى الله عليه وسلم في المكاتب إنه قن ما بقي عليه درهم. نعم. قال وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما. إن جمع بين عقدين بثمن واحد، كان جمع بين بيع وكتابة، ففي هذه الصورة لا يصح البيع والكتابة، لأنه يكون قد باع ملكه لملكه، لأن المكاتب ملك له ما بقي عليه درهم من دين الكتابة، فيكون قد باع ماله لماله، هذا معنى قوله في غير الكتابة. أما لو جمع بين بيع وصرف أو غيره من العقود، كان يقول بعتك هذه السلعة وصارفتك بهذا الذهب، يعني بعت عليك هذه السلعة وهذا الذهب بألف ريال مثلا، صح ذلك لأنه لا محذور فيه. أو بين بيع وإجارة، كأن يقول بعتك هذا البيت وأجرتك هذه السيارة بمبلغ كذا وكذا، فإنه يصح لعدم المانع من ذلك، لأن الأصل في المعاملات الحل إلا ما دل الدليل على تحريمه. ويقسط العوض عليهما، بأن يقوم كل واحد منهما بما يساوي، ثم يجمع تقدير المقوم، ثم تقسم القيمة التي وقع عليها العقد على نسبة التقديرين، هذا معنى قوله ويقسط العوض عليهما، أي على المبيعين، أو على البيع والإجارة، أو على البيع والكتابة. نعم. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه. كذلك من البيوع المحرمة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بيعه على بيع أخيه، كأن
يشتري شخص سلعة، يشتري شخص سلعة ويكون له الخيار، ثم يأتي إليه شخص ويقول أنا أبيعك أحسن منها بهذه القيمة، فهذا حرام ولا يصح هذا البيع، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع أحدكم على بيع أخيه، لما في ذلك من الإفساد ولما في ذلك من إفساد بيعة أخيه المسلم، فلا يدخل عليه حتى يتنازل المشتري عن تلك البيعة، فإذا تنازل وتركها فلا مانع أن يبيع عليه، أما ما دام أنه لم يتنازل وهو في مدة الخيار فإنه لا يدخل عليه ويقول دعها وأنا أبيعك مثلها بقيمتها أو بأرخص منها، لما في ذلك من الاعتداء على حق أخيه المسلم. نعم. قال كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة، هذه صورة بيعه على بيع أخيه. قال وشراؤه على كان يبيع سلعة بعشرة ثم يذهب للمشتري ويقول أنا أعطيك مثلها بتسعة، من أجل أن يفسخ البيع مع الأول ويشتري من الثاني، ولا يخفى ما في هذا من الإضرار بحقوق المسلمين والتعدي عليهم. نعم. قال وشراؤه على شرائه، شراؤه على شرائه، كان يشتري شخص سلعة بتسعة مثلا ثم يذهب إليه ويقول أنا أشتريك منها أشتريها منك بعشرة، افسخ البيع وأنا أشتريها منك بعشرة، لأن هذا الصورة الأولى فيها إضرار بالبايع، وهذه الصورة فيها إضرار بالمشتري، وهو داخل في قوله ولا يبع بعضكم على بيع بعض. نعم. قال كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه، ليفسخ يعني يدل على أن هذا إنما يتصور في مدة الخيار، أما لو كان البيع لازما فإنه لا يستطيع أن يفسخ، لكن هذا في مدة الخيارين، خيار الشرط أو خيار المجلس. نعم. ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. نعم، مع كونه يأثم ويعصي الله في كونه باع على بيع أخيه أو شرى على شراء أخيه، مع كونه يأثم ويعصي الله سبحانه وتعالى فإن البيع أيضا لا يصح في الصورتين، لأنه بيع منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، وأيضا مثله السوم، إذا سام أحد سلعة وأراد البائع أن يبيعها عليه اطمأن إلى السوم وأراد أن يبيع، فلا يجوز لأحد أن يقول له أنا عندي زيادة، أما ما دامت السلعة معروضة بالمزاد فلا مانع أنه يزيد، لكن إذا انتهى السوم وأراد البائع أنه يبيع فلا يأتيه ويقول اصبر أنا عندي زيادة، لأن هذا من سومه على سوم أخيه وقد جاء النهي عنه. ومن هذا نعلم أو يتبين لنا احترام حقوق المسلمين وعدم إيذائهم وعدم التعدي عليهم، ونعلم من هذا أيضا أن الإسلام جاء بمنع ما يسبب البغضاء ويسبب الأحقاد، لأنه لا شك أن إذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شرائه أو سام على سومه فسيحدث هذا شيئا من التباغض، فإن الذي لحقه الضرر سيبغض هذا الشخص الذي أضر به، والإسلام جاء بمنع ما يسبب البغضاء بين المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أو اشترى شيئا نقدا. كذلك من البيوع المنهي عنها
ما كان مشبها للربا، البيع الذي يشبه الربا أو يتخذ وسيلة إلى الربا المحرم. إن الله سبحانه وتعالى حرم الربا، أحل البيع وحرم الربا، وتوعد المرابين بأشد الوعيد. فإذا كانت صورة البيع تشبه الربا فإن هذا منهي عنه، وذلك بأن يبيع ربويا، أي شيئا يدخله الربا، كالطعام مثلا، كالطعام أو التمر، شيء يدخله الربا يبيع بثمن مؤجل، ثم عند التسديد يعوضه عنه بما لا يباع به نسيئة، كأن يعوضه عنه، يعوضه عن النقود التي هي ثمن للطعام، ثمن للبر، يعوضه عنها برا، فيصبح كأنه باع برا ببر مؤجلا، هذا يشبه الربا. وكذلك لو باعه تمرا مثلا بدراهم مؤجلة، ثم لما حل الأجل قال أنا أعطيك بدل الدراهم تمرا، فهذا يشبه أنه باع تمرا بتمر مؤجل. نعم. أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة، كذلك من البيوع المنهي عنها لأنها وسيلة إلى الربا بيع العينة، بيع العينة، وهي أن يشتري نقدا بدون ما باع به نسيئة، كان يبيع عليه سلعة بعشرة آلاف مؤجلة ثم يشتريها منه، البائع يشتريها من المشتري المدين بالثمن بأقل مما باعها به نسيئة، فكأنه كان يشتريها مثلا بتسعة آلاف، فيكون كأنه باع عشرة آلاف ريال بتسعة آلاف ريال مؤجلة، وجعل هذه السلعة حيلة إلى الربا. وهذه مسألة العينة، سميت بذلك لأنه رجع إليه عين ماله، فيكون المقصود بيع دراهم بدراهم، وتجعل السلعة يعني ساترة للربا ووسيلة إلى الربا. وقد جاء النهي عن بيع العينة كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وبيع العينة هو هذا، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل مما باع به مؤجلا، ويبقى الدين المؤجل في ذمة المشتري. نعم. قال لا بالعكس، لا عكس العينة، يعني لو باعه سلعة بثمن مؤجل ثم اشتراها منه بأكثر من الثمن المؤجل فهذا لا يدخل في العينة لأنه لا محذور فيه على هذا القول. والقول الثاني أن هذا يدخل أيضا، لأنه في الحقيقة بيع دراهم بدراهم مؤجلة، واتخذت السلعة حيلة إلى الربا، وإن اختلف العاقد في صورة عن صورة فإن هذا لا يكفي في إباحة هذا الشيء. نعم. إذن الصواب خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. قال لا بالعكس لم يجوز. إيه نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه أو بعد تغير صفته أو من غير، إن اشترى الذي باعه مؤجلا اشتراه بغير جنس الثمن المؤجل، كان باعه السلعة بدراهم مثل مؤجلة ثم اشتراها منه بأقمشة أو بثمن من غير جنس الثمن المؤجل،
فإن هذا عندهم يجوز، لأنه ليس هو مسألة العينة، ولكن الصحيح أنه إذا اتخذ حيلة فإنه لا يجوز أيضا. نعم. قال: أو بعد تغير صفته أو من غير مشتريه، أو باع السلعة بثمن مؤجل ثم السلعة تغيرت صفتها، استعملت وتغيرت صفتها ونقصت، فلا بأس أن يشتريها منه بأقل مما باعها به مؤجلة نظرا لتغير الصفة وتغير القيمة. ولكن أيضا هذا لا يخلو من نظر، لأنه قد يتحيل على تغيير الصفة من أجل أن يتوصل إلى مسألة العينة. نعم. أو من غير مشتريه، أو من غير مشتريه، إذا باع سلعة بثمن مؤجل ثم المشتري باعها على شخص ثالث. إيه نعم، ثم البائع الأول اشتراها من الشخص الثالث الأجنبي، فهذا لا مانع منه، لأنه انتفى معه المحذور وهو التحيل إلى الربا، ما لم يكن هذا عن تواطؤ. فإن كان هذا عن تواطؤ وجعل هذا الشخص الداخل محللا، فإن هذا لا يزيل حكم التحريم، وهي مسألة العينة، وهذه الحيلة لا تبيح هذا المحرم. نعم. أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز، أو اشتراه منه من لا تقبل شهادته له كأبيه أو ابنه، جاز للبائع أن يشتريها من أبيه أو من أبي. أو من ابنه، ولكن أيضا هذا إذا كان عن حيلة أو مواطأة فإنه لا يجوز، لأن الحكم لا يتغير بالحيلة. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، وهذه تحية من زميلي خالد منور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.